تتوالى التظاهرات في كركوك من قبل الخريجين المطالبين بحقوقهم وأبرزها التعيين، بعد أن أوقد الكاظمي شمعة الأمل والتي رآها الباحثون عن حقهم من الخريجين بصيصا لا ينطفئ وسط عتمة التحزب وتخندق المحصصة. العراق يحتاج أكثر شيء الكوادر الصحية بسبب جائحة كورونا، لكن هل سنة تفاجأنا أنه تأخر تعييننا؟ هاي صار سنة متأخر وإحنا التعيين مركزي، وهسه بالجديد طلع الأستاذ مصطفى الكاظمي انطى تعيين قرار فقط للأطباء اللي هي 2500 درجة وإحنا 31 ألف درجة. تعبنا ودرسنا، تعبنا محافظات درسنا، تعبنا أقسام داخلية، فجايين اليوم نطالب حقنا أمام مجلس صحة كركوك، نطالب دكتور زياد يوصل صوتنا للبغداد. ذو المهن الطبية كالأشعة والسونار والتحليل والذين تعدت معدلاتهم 90 تأخر تعيينهم المركزي ولأكثر من عام، والأسباب تعود لعدم توفر التخصيصات المالية. معدلاتنا احنا تقريبا 95، هسه انا واحد من الناس معدل 95، وين رحت؟ رحت محط طبي. ليش رحت محط طبي وشهادتها ضعيفة؟ على مود التعيين، كأنه ما لأنه المجموعة الطبية تعيينها مركزي، محط طبي تعيينها مركزي، بس احنا معدل 95 رحنا ودرسنا وتعبنا وسهرنا، وهسه نجي نريد تعيين ماكو تعيين. من الشهر الثاني طالعين احنا الظاهر، المفروض احنا من الشهر الثاني مباشرين، ماكو مباشرة لحد هسه. هذه الجائحة التي تحتاج إلى جهود الكوادر الصحية، ونعلم أن الإصابات في الكوادر الآن في المستشفيات عالية جدا، لذلك نطلب من وزير الصحة النظر بعين العاطفة، ونطلب من الكاظمي النظر في موضوعنا وتعييننا في أسرع وقت للالتحاق بالجيش الأبيض. شاهرين تظلمهم أمام أنظار وزير الصحة ورئيس الوزراء، عاملين التحاقهم بالجيش الأبيض في ظل جائحة كورونا تحديدا لدعم النظام الصحي، خصوصا بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف الكوادر الصحية. سعدون السلطان، قناة التغيير، كركوك.